انتشار أمني كثيف في محيط مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، استعدادا لبدء توافد أعضاء مجلس النواب إلى المدينة لعقد أول جلساته النيابية منذ انقلاب الحوثيين على السلطة في العام 2014. الحديث عن الاستئناف المرتقب لجلسات المجلس المعطلة منذ أكثر من 4 سنوات يبدو اليوم أكثر جدية وواقعية من ذي قبل، خصوصا بعد أن فشلت تحركات سابقة مشابهة لعقده في العاصمة المؤقتة عدن لعوامل عدة سياسية وأمنية. طبعا هناك محاولات عديدة قامت بها الحكومة الشرعية لعقد جلسة البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، إلا أن العوامل السياسية والعوامل الأمنية وربما حتى العوامل الاجتماعية حالت دون ذلك. عدن وبيئة عدن وحضرموت تختلف كثيرا، هنا في سيئون ربما كانت هناك مقومات أكثر لإقامة وعقد جلسة البرلمان الأولى في مدينة سيئون. أبرز هذه المقومات أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ربما تتوحد تحت لواء الشرعية وبقيادة موحدة أيضا. لكن الأمر لا يقتصر فقط على توفر الأجواء المهيئة لالتئام لحمة المجلس، فتجدد الحديث عن إمكانية إعادة الحياة لدور المؤسسة التشريعية في البلاد لم يكن ليتعزز لولا تفاهمات الساعة الأخيرة التي تمت بين الرئيس هادي ورؤساء الأحزاب والمكونات السياسية وقادة الكتل النيابية لإنهاء الخلافات حول تقاسم مقاعد هيئة رئاسة المجلس. بعد هذه الخلافات توصل الجميع إلى توافق لرئاسة المجلس النواب، وتم إعطاء محافظة حضرموت نسبة ضئيلة في تتمثل في نيابة رئاسة مجلس النواب، وهذه باعتقادي لا تتناسب مع ما تمثله محافظة حضرموت من ثقل ثقافي وسياسي وأيضا اقتصادي للجمهورية اليمنية. وكانت الكتلة النيابية الحضرمية والمكونة من 12 نائبا قد هددت بمقاطعة جلسات المجلس احتجاجا منها على ما وصفته بالتهميش والإقصاء لممثل المحافظة الأكبر مساحة والأكثر ثروة في البلاد من التمثيل في السلطات الثلاث بالدولة. تفاهمات الساعات الأخيرة أفضت وبحسب ما ذكرته مصادر سياسية إلى توافق على اختيار أعضاء هيئة رئاسية جديدة للمجلس النيابي الأطول عمرا في تاريخ البلاد، ما يعني أن الطريق الآن بات مفتوحا أمام انعقاده. محمد اليزيدي لقناة بلقيس سيئون.